صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. من الطبيعي والمفترض ان الشباب هم اساس نهضة المجتمع والقوة اللي بتدفع الوطن علشان يوصل الى. لازم تتواصلوا مع الكبار اصحاب الخبرة، لان الجيل القديم لازم يضم الجيل الجديد في حضنه. لازم تستفيدوا من الوقت اللي بتضيعوه في حاجات واشتغالات ملهاش لازمة. اهتموا بالكتابة والقراية اللي هتعلي دماغكم وتخليكوا شباب فاهم وواعي، مش شوية عيال مطيرة. ولازم تجتمعوا على هدف واحد، تتعبوا وتشقوا وتجتهدوا عشان تحققوه، من أجل مستقبل مشرق، مستقبل مليان بالسعادة والمتعة والانسجام والرفاهية. لازم تتواصلوا بمبادئ وقيم محترمة، لكن لو فضلتوا منفضين فإن نقوص الخطر يدق ولا دق. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن أن نقوص الخطر يدق، بمعنى أن مادة المشكلات الاجتماعية ليست بالمادة الثابتة. فمما لا شك فيه أننا نمر الآن بمرحلة من التغيرات الاجتماعية الخطيرة التي لم يشهدها المجتمع من قبل. فمنذ سنوات قليلة مضت كنا لا نسمع عن التحرش الجنسي. هو فين التحرش ده؟ في بلانيه احنا لاقين حد يتحرش بيه. اتفضلوا اطلعوا بره بره. كده برضو؟ طب انا زعلان منك. باي. Cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Ese coro, bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Find your measure. Arrimi. عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار المزز ايه؟ حلاوه. شايف شايف المزتين اللي قاعدين قصادك هناك دول؟ يا ابن اللعيبه. ايه؟
ايه يا معلم جو قريشي ده؟ لا انقذ الجواري يا سيدي. اذا فيا الحرب. هل نعد الخيل ونسن السيوف؟ نعم، ولنذهب بهم الى خيمتي بحدائق الاهرام. طب وماذا نحن بفاعلين؟ سنحرر الجواري. كده ليه؟ واحنا بعتنا للسباك. هجيب السباك يصلح النور. انت سكرتي ولا في ايه؟ امال يعني هجيب كهربائي؟ انا مش شايفه حاجه. طب خدي بالك بقى لا تتخبطي في حاجه، ماشي؟ انا مش قايل لك تاخدي بالك، اديكي وقعتي اهو. هاتي ايدك لما اقول. الشجرة دي طلعت امتى؟ دي ما كانتش هنا الصبح. ايه الليلة السودا دي؟ يا بنتي ما تزعقيش فيا كده. أنا خايفة، خايفة قوي. طب ما أنا خايفة أكتر منك. لا أنا خايفة أكتر منك. يا نهار أسود. ايه في ايه؟ السلم ده ما كانش هنا الصبح برضه. يا عم الفيلا كلها ما كانتش لسه اتبنت الصبح. ابدا بقى وخلصنا. مش راضي يفتح. ده مفتاح العربيه. امال مش راضي يفتح ليه؟ انت سكرتي ولا في ايه؟ طب جرب كده الريموت. ايه ده؟ انتوا مين؟ وبتعملوا ايه هنا في فيلتي؟ بابا؟ ها؟ انت عجزت كده ليه؟ ده انا سايبك صغير الصبح. هو انت يا جار الهنا ولا مملي عصابه وجاي تهجم عليا في رصاص الليالي؟ دول صحابي يا بابا. انا مش ابوك. ايه؟ يعني انا ابن حرام؟ وجئت لاعلمه من اين ولكني اتيت ولا ايه؟ يا عم اتيت انت اهدى شويه. ده ممحون بجاري. ممحون بجاري؟ ممحون في عينك قليل الادب. هتمشي ولا اجيب لك البوليس؟ لا 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 يا عم، بص والله 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 احنا غلطنا في الفيلا. انا عارف يا بريئه انك انت بريئه. انا عارف الذنب كله على اللي مترباش ده. خش جوه خش جوه خش جوه خش جوه خش. يلا حصلي زميلتك جوه. خش. انا عارف انت بريئه. البابا قال. طب يلا بينا احنا ولا ايه؟ احنا هندشدش الباب ده على اللي فيه. هما فين؟ امسك. يا استاذ ممحون. يا استاذ ممحون باشا. استاذ ممحون ممكن البنات؟ ده الجيران اللي بعديها مش كده. يا استاذ ممحون دي الجيران اللي بعديها مش كده. مش هتاخد الجوزه طيب؟ شكلهم هيطولوا. ايه دي؟ دي الجوزة. طب يلا سيلفون. دعوة على العزق. زين جميل. ايه ده؟ ابو تعالوا. تمام قوي. لا والباب مفتوح لوحده. ده انت ليلتك سودا النهارده. يلا. ايه يا بت في ايه؟ خايفه حبك. حب ايه؟ ده انا عرفت من نص ساعه. ما انا اي حد بيحضني ويبصني بحب. ده انت حبيتي بقى مصر كلها. بقولك يا بيب انا ما بحبش الصوره دي. يعني ايه؟
يعني بحب البنت اللي تكون صعبة شوية. يعني أول ما تشوفني تطلع تجري أقوم طالع أجري وراها. أشدها من الفستان يتقطع. أبص أنا بقى ساعتها. يعني حسسيني كده بشوية مرمطة. ده أنا همرمطك. ده أنا اللي همرمطك. خد يالا هنا يالا. ايه ده؟ ايه؟ مين اللي جاب صورة الست المجنونة دي هنا؟ ولا مين دي اللي مجنونة يا بنت المهبوش؟ ده أمي. هو أنت أمك بقى تبقى سوسن مبادئ؟ سوسن مبادئ؟ ومصدعانا بمحاضرات المبادئ والقيم والأخلاق. وفي الآخر تطلع أم تايجر المنحرف. طب احترمي نفسك يا حيلة أمك، أنا أمي ست محترمة وربيتني تربية محترمة، ولما تخشي بيت العيلة المحترم تحترمي نفسك وتبقي محترمة. ايه ده؟ نزلت الاحترام. وحياة امي. طب يلا يا صالح اللي فيها. يلا يا حبيبتي بره. يلا عشان تحاول المحاضرة بدري. يلا يا حبيبتي. يلا يا اخي. يلا. ليه كده بس يا مان؟ في حد يرفض النعمة يا مان؟ انت سكران يلا ولا ايه؟ لا. تعالى معايا. ايه رأيك في اللون ده؟ وعلى فكرة أنا جاهز بس الفترة معدودة. تلحقيني ما تلحقينيش. لا 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 أنا ماليش في الألوان والمقاسات دي، أنا ليا في دي. ده اليوم الأسود ده أسود في أسود كتير. على فكرة الأسود والسيلفر أحلى الألوان. آه على أساس إن إحنا عايشين عربية. أجيب لك واحد أصفر وتبقي تاكسي العاصمة. أنا كل لبسي أسود، في مانع؟ لا مانع إيه؟ ربنا ما يجيب موانع خالص يا ابني. لا دي بالعين يا أمه. لا 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 ما فيناش العرض. لا 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 أنا دمي حامي شطة مولح. آه ما حبش النبي إلا. هو بيتكم مسكون بعفايد من شارع الهرم ولا إيه؟ قولي لا، هو اللي بيحصل كده شوية. حبيب قلبي بجيبي بوسة. صوت حد تحت حسين يكون ابنك جه؟ ابني؟ لا اطمني، ابني بيبلبط في اسكندرية، هو بيبلبط هناك واحنا هنختص هنا. انت بتختص لحد فين؟ انا بجيب الاعمال. انا ابويا اتهطل على كبر. ايه الصوت ده؟ بيرسلها من تحت الناس. ابني اغرق اغرق اغرق. يا نهار اسود. ايه ايه؟ انا عمي مات. انت قلبت غوريلا ولا ايه؟ مش شعري بصدرك ده. في ايه؟ عمي مات. ما قاليش. ما قالكش ايه؟ بقول لك عمي مات. اخوك مات يا رشدي وانت قاعد بتشوي هنا. اشوي ايه؟ ده هي اللي جايه محروقه. اخويا مات يا بنت الفقريه. فوتي عليه بالاسود اللي انت لابساه ده. انا رقمي 010 والباقي كله حايد. اشوفك بعد الاربعين. يا عم اخوك مات. طيب مات. عرفت انه مات واللي انا باصي وادينا اهو حزين اهو. عمك اللي في الصور ده شبه عبد الحليم قوي. انت حمار يالا، ده عبد الحليم. ما انا عمي كان عازف نايف في فرقته. امك جايه ليه؟ معرفش. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. انت عرفت ازاي؟ من عبد الرحيم سكرتير المرحوم. فيه الخير عنكم. ماما جو صاحبي الدكتوره سوسن. سوسن مبادئ. جو ده اسمك في البطاقه؟ لا انا اسمي في البطاقه رجب عبد الصمد رجب. وبتشتغل ايه يا رجب؟ انا طنط اتخن دي جي في مصر. عبد الصمد ودي جي؟ طب تيجي ازاي دي؟ كده ايه اللي انت جايباه معاك ده؟ مش ده صاحبك؟ اه صحيح. اه يا ربي. اه خلصت؟ اه سعيكم مشكور. مات صاحب الليل الحزين وساب جوانا جرح أليم.
ماتت الرومانسية من بعده. من بعده ماتت الرومانسية. هو ده؟ ماله خشب كده؟ ده اللي فضل منه يا بابا. أخوك المرحوم ساب وصية مع جاد الرب المحامي. وجاد الرب جاي بكرة إن شاء الله من البلد. وبعد العزاء هيفتح الوصية في حضوركم وحضور الدكتورة سوسن. بمناسبة إيه الدكتورة سوسن تحضر فتح الوصية؟ مش كفاية خلعتني وطردتني من البيت؟ علشان أنت راجل هلاس وعلمت ابنك يبقى زيك. يا راجل يا موبوء. لا أرجوك سيبهولي. أصل المرحوم معلمني أعزف عليه علشان لما هو يموت نايم ما يسكتش أبدا أبدا. أنا ارتبطت بيه عاطفيا. بالمرحوم؟ لا بالنهاية. خده أنا مش عاوزه. أنا شخصيا ماشي مع طبلة. بس طبلة إيه؟ طبلة طبلة. ها؟ المقرئ ما جاش ليه؟ زمانه جاي. إيه الدخان ده؟ هيرصوا حجرين على روح عمك، ما أنت عارف كان بيعز الجوز أوي. أروح أنا أظبط الصوت ده عبال ما المقرئ يجي؟ اتكل على الله. ماشي. شدي حيلك يا دكتورة. شد على الله. تفضلي حضرتك. ميرسي. تفضلي. ما تزعيش نفسك قوي يا تونت عشان الزعل يبين تجاعيدلي تحت عينيكي. تشاو. تجاعيد؟ علي يا ابني البيت شوية. ايوه فل قوي كده. هلو ايفريبادي ام بقى لله. شوف صاحبك ابن العبيطه ده، هو فاكر نفسه في الديسكو. هو لسه عمل حاجه؟ ده لسه هيسخن اكتر من كده. اه بنوازي وبنشاطر وبنعزي حبيبي وصاحب الضيقه وبنقول له كلنا دايما دموع دموع دموع. علي يا ابني البيت شوية. وبنقول له كلنا ابقى يا حياتك يا دايما. حياتك الباقية يا جو يا حبيبي، يعني ميرسي على الكومبليمون اللطيف ده. عارف لو طلع نقطة هروح أقتله لك. حبيبي تقولنيش بحاجة. يا أخي الحباية اللي أنت جايبها لي دي مهرشاني قوي. أقدر أدور يا صاحبي. ده أنا دماغي بتاكلني يا معلم. طب بقول لك إيه؟ معايا حاجة تانية. أنت سكرت ولا إيه؟ أها مسكوتة. حلاوتك يا جدع. الواد ده جدع، والله العظيم الواد ده جدع. ده جدع؟ آه. أحسن لك روح سكته، يا روح أجيب لكم البوليس يقبض عليكوا عشان الحبوب اللي عمالين تنطوروها في الصوان دي. أجيب لك واحدة. معاها صليبة؟ أشوف لك. لو ما لقيتش هات لي تراما جاك. ماشي. سمعت خبر وحش قوي. ايه؟ انت سبت الواد بتاعك ولا ايه؟ ايوه. كنت بقول لها ده دايما ما معوش ما يلزموش، هيصرف ايه في الحياه؟ قليله برضه كده، لم الحاجه بقى. لا لم ايه؟ ده انا لسه ما قلتش كلمتين على بعض وبعدين الحبايه لسه ما اشتغلتش. امال مهرشه دماغ اهلي ليه؟ انت طفشت يا تايجر. ايه البتاع ده؟ ده الماي. وحدون. عليا النعمه الناس دي كلها مؤمنه. مستعجل ليه؟ لسه السهرة طويلة. بابا لله. المقرئ فين؟ انت هتوترنا ليه؟ مليلة زي الفل. هارد لك يا انكل. انكل هارد لك؟ ليه خسرت الدوري؟ اقص عليك يا انكل. اقص على اللي جابوك. سعيكم مشكور. سوري يا انكل ما بسلمش عشان الفلونزا خنازير. مين الخنزير ده؟ ده وائل. انا رايي تلم اصحابك توديهم على عزا الحريم. ما انا بعت واحد. قال الله. قال الله. قال الله مرحوم سرايح. وانت مش ناوي تسرايح. مين ده؟ ولا اعرفه. اللهم طولك يا روح. طب ده شكلك متضايق قوي. بليز عيش اللحظه، ما تزعليش نفسك ولا هيجيلك هارد اتاك. ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟
وانت مالك وتقول لي انت ليه؟ الله، هو انت انتي ولا انتي انت ولا انت انت ولا انت اشتاق؟ انا داري وانت مالك. وايه البلاوي دي؟ انا مش فاهم. ما تزعليش نفسك يا دكتور، احنا كلنا جو 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 وي 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 المقرئ فين؟ الليلة العسل دي. عسل ايه؟ الناس بتموت اهي. مين مات؟ جاك. بقى لله، هو اللي عزمه مختار. يا انا افتكرتك، انت لسه ما لقيتش عزمه. هو اللي عزمه مختار. ده عزا ورثة أم مختار. طب ما تقولكوش حاجة وحشة. لا خد راح فين؟ مدام جه تخش عزي. لا خلاص عندي ميعاد مش هقدر. خش خش. مش هو ده مسكين بقاله 7 سنين بيدور على عزا أم مختار. مش عزي. خد يالك. خد يا بسم الله الرحمن الرحيم. دورامي فاصل. دورامي ايه يا متر؟ انت هتغني ولا ايه؟ ما تنجز. الراجل نازل السلم براحته بدل ما يتكوم على وشه. لا لا لا، دي مش بتاعت السلم، دي اخر الحان المرحوم التي لم تظهر للوجود. الحمد لله، اهو ساب الوجود كله وقابل رب كريم. يلا يا استاذ جاد، اقرا الوصيه من فضلك. من عناية جزء 6. بسم الله الرحمن الرحيم. أوصي أنا سليم سلامة وأنا بكامل قواي العقلية بأن تقول كل ثروتي لابن أخي سليم رشدي اللي تسمى على اسمه. الله أكبر، يحيى العدل. الله يخليك يا عم وطول لنا في عمرك. هو فين عمي عشان أبوسه؟ تبوس مين؟ الراجل مات. اقعد بقى. الوصية دي فيها حاجة غلط، هو يقصد لأخي رشدي، مفيش ابن. أصل أخويا كان بيفك الخط بالعافية، أنا عارفه. بص حضرتك يا بيه، مفيش غلط ولا حاجة، ربنا ما يجيب غلط. وذلك بعدة شروط، وهي نظرا لأخلاق سليم ورشدي التلفنة والبيضي. 1. أن يبحث سليم على بنت أصول ليس لها علاقة سابقة مع أي شاب، يعني محدش لمسها أبدا. بالعربي الفصيح كده، نو تاتش. عندها تانية يعني ولا إيه؟ أو بالكهرب يعني. على الأصل دور يا محترم، مش من الكباريهات والديسكوهات والمواخير اللي بتسهر فيها. ده وقته احنا فيه ولا في ايه؟ ايه يا عم الوسيله المنيله في 60 نيله دي؟ الاهم من ده كله بقى يا استاذ سليم انك تقنعها بالجواز. 2. مده البحث عن الفتاه لا يستغرق اكثر من 40 يوما، واذا لم يتم العثور عليها تؤول الثروه الى الجمعيات الخيريه ودور الايتام. فرحان بنفسك قوي يا اخويا. لا ده كده هاصل. اخويا اتجنن. ايوه اخويا مجنون، وانت السبب، انت اللي بوظت بقى اخويا، انت اللي كنت نبداه له في اخر عيال. لو سمحت بلاش غلط، انت عايز كل حاجه على الجاهز من غير تعب. تعب؟ هو حد يتعبني في حياتي كلها قدك يا متعبه؟ مش كفايه انك خلعتيني زي المسمار المصد وفضحتيني قدام الناس؟ مش كفايه حرمتيني من ابني وخدته مني وطلعته بايظ زيك يا موبوء؟ نعم. كويس يا ابني، انا كده مش عارف اقرا الوصيه. 3. يا حلاوه الثالثة، ان يعيش الاستاذ المبجل جاد الرب عبد المولي اللي هو انا في الفيلا لمده 40 نهار هو وجماعته، مستحميين، نائمين، اكلين، شاربين، متهنيين، واني وان يراقب سليم ورشدي كظلهم، واني اؤمنه على الوصيه امام الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويكون في علمكم فات من 40 نهار 10 دقايق. اللهم اني بلغت، اللهم فشل. ما تسمعني حاجه بدل ما انت واقف كده. تحب تسمعوا ايه؟ دلع عيني دلع، اخويا عملها وخلع. انا ما سويتش حاجه، ما انت راجل خدت كل حاجه. هو اخويا مربي معيز انا كمان؟ ما تاخذنيش يا مرحب رشدي، ده الجماعه بتوعك.
ايه نعيش بيقولوا عليه ايه ما يجي ايه الشيء الغريب ده يا ابني ما دي الجماعه بتوعي وشغاله فايبريشن كده ليه مالك يا حاجه ربنا يشفيك شر المرض تسلم بيه راكبه عفريت اسمه ميسي عفريت اسمه ميسي وانت ايه اللي وداك الدوري الاسباني يا شاب بتتصرف يا جاد الرب عايز تعمل ايه يا اسلام خالد اتصرف ولا ابعت اجيب كاكا يطلعوا من عليه لا بلاش كاكا خليه في زيدان على رايك كاكا ممكن يزروط الدنيا هنادي هنادي على مين هنادي ما تنادي يا عم وخلصنا يا زياد يا فاروق دي مرضي واسمها هنادي طب خليك مع مرضك يا استاذ جاد هي دي هنادي هي دي هنادي بتحترم نفسك يا ميسي ابعد يا ميسي ممكن يا ميسي يبعد ليه سيدي يلعب راحته عشان يعرف يسجل ميسي جاب جول يبقى بوسه ولا اقتله على طول يا سيد تقتل مين يابا انت عارف ثمنه كام ميسي ده لحظه هو مش ميسي ده بيلعب مع برشلونة؟ لا ما هو ساب برشلونة وبقى يلعب مع هنادي. ده ايه الوقعة السودا دي؟ اجيب له بقى انا منين واحدة محترمة؟ لا وايه؟ ما اتلمستش. هو في واحدة ما اتلمستش؟ في واحدة ما اتلمستش؟ يا نهار اسود. ده انا اشرف واحدة عرفتها في حياتي كانت مصاحبة 12 قبلي. ما اتلمستش. انت مركز في ايه؟ ما تفكر معاي والتفكير ده ببلاش يا نهار اسود انت بتساوم ابنك يا رشدي بتبتزني كانش العشم عمك عشم مات انت ما حضرتش العزا بتاعه ده انا ما كنتش اعرف انك مات دي قوي كده عشان حمار مش واخد بالك ده انا حتى معروف بين الناس كلها ان انا مادي وبتاع مصلحتي وبس اسأل يا اخي اسأل حيقولولك انجز عندك استعداد ترفع ثمن الحل اللي هقوله لك ولا ارجع اكمل الجيم بتاعي يا ساتر يا ساتر عايز كام نص الثروه نعم يا المحطه يجي بتبح له البطه يجي تقول لي يا بنت هنا لما ميسي ده بيركبك يعني بتحس بايه انبص بصطي ضربه الدم لما تعطشك انت وامك ايوه ده في الترع بتاعت مصر طلعت ايه يا بنتي يا هبلي ده بزين يا فلاح بس خلي بالك من الكرار بيعمل ايه هي الترعة دي غويطة يا جات يا بيه عم فراشة ازاح الورقة واو مز قوي الفراشة دي بس محتاجة تغيير صوت بعدين متجوزة واحد منتهي الصلاحية حلاوتك يا رياف وحلاوتي اللي بيجي منك بعدين استر نفسك يا ليت البخت جرايا يا برشدي البيت له حرمه دخل عليا كذا احمد احمد جرالك لك ايه يا اخويا دي ترعت اخويا من سبعيه ربنا ما اصطدت الشباره شباره ماري بولطيه دي تبقى ايه يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي مراتك نتاية عالي يا جاي عالي العالي كرايب اختطي يا بنت الطرمة متبين على المهمة كرايب يا بنت كرايب يا جدع في ايه؟ في ايه؟ خليك اصبر يعني اصبر دي يا بروش يعني اصبر علينا شوية الله دي عالي عالي العالي هوبا 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 ايه بقى؟ بقول لك ايه يا جدع بص الجهادي بص الجهادي يا بروش دي بص الجهادي بقول لك ايه؟ من الاخر كده احنا لقينا بنت الحلال يا استاذ جاي ومال يا اخوي؟ هوبا سيب العنوان وانا بحصلكم بقول لك ايه يا بروش دي؟ سايق عليك النبي تخفى من قدامي عشان العفريت بتتنطط قدام عيني يلا اخفى مش هبه طب ادينا هبه واحده مفيش هبه يا برشدي يا شيطان شغال عليكم بدي هنادي هنادي انت رحت فين يا ليله البخت هنادي هندور لك عليها بقى هبه يا برشدي عشان خاطر ربنا سيبني يا برشدي بدي هنادي هنادي هبني هنادي خرادي انت كنت فين يا بيه انت مش قلت لي اختصي وما تبنيش اللي لما اقول لك بضع يا هنادي ايه ده ما فيش حاضر
لكوا سنين. سليم اهو. اهو سليم اهو. فين سليم؟ فين سليم؟ انت سليم. انا سليم. وريني بطاقتك. انا سليم. انا سليم. اتفضل. نعدي؟ اتفضل. حاضر. وانت معروف هنا ولا ايه؟ ربنا برضي. اتكلم عليه بس زعلني. اهو الولد ده مش معانا يا سعادة البيت، يا ريت تسيبوا عليه الكلاب وتخلصونا منه. ما ينفعش، لازم يدخل ويشوف العروسة بعينه. يا شباب الشطارة، كل دي حراسة على باب، دي أكتر من الحراسة اللي حدانا في المركز اللي بتزورنا. افتكرت، والله فكرتني، ده باينه معانا بس أصل الذاكرة عندي اتهزت من ساعة الخضر، سيبوه. يا مرودي، سيء عليك الرب مسكتني يا مرودي. يا عم أنا يشرفني إن أنا أطلب إيد بنت حضرتك. واحنا علو باشا مستعدين لكل الطلبات. الحياة يا جماعة انتوا يعني يا سبحان الله. والله يا سعادة الباشا ومالك علي حلفان، أنا طول السكة براحي في الجوز دولي وبقول لهم على نفس الكلام اللي سعادتك ما قلتوش. قلت لهم يا اخواني انتوا فين والباشا في ايه؟ هي العين تعلى على الحاجب. مالك يالا؟ الله في ايه يا جهاد؟ الله الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. تشكر يا سعادة الباشا. علو باشا برضو ناس مش قليلين. انا واعوذ بالله من كلمه انا من كبار رجال الصناعه في مصر العربيه المتحده. العربيه المتحده؟ ما تتنفخش قوي كده، ما المصنع واقف. هو ما يعرفش حاجه. بس انا على حسب معلوماتي ان سليم ابنك عاطل وصايع وطول النهار بيجري ورا البنات ومقضي الليل كله لغايه الصبح في السهر في الديسكوهات والكباريهات. لا حرام، الظلم حرام. ان جيت للحق والحق يتقال يعني ابوه بقى اسمه قال عنهم مراحل. اتفرس يا حيوان. الله يا عم دي كلها اشاعات مغرضه. ربنا يقلي بختك يا سليم. انت عايز تقول ان الباشا بيقول اي كلام وما بفهمش حاجه؟ ده انت ناقص طول النهار جاموسه مطاح. في ايه يا ابن الورد؟ انا ما زلت مصر ان الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. بس يا بابا انا خلاص يا بنت. انا اسف يا جماعه، طلبكم مرفوض. انا بنتي مثال الشرف والعفه والطهاره، اجوزها لواحد زيك؟ لا. ربنا يصلح حالك ويوفقك في اللي انت بتقوله. وانت يا مدام اسمعي كلام ابوكي وما تخرجيش عن طوعه. الله كده. طب ايه رايك بقى ان بنتك مقفوشه معايا في عربيه قبل كده؟ اخلص وقول له على الشقه. وفي شقه مقفوشه. بقول لك اخلص. ما تاخذنيش يا سعاده الباشا، انت اللي تخرص وتحط في بقك بلغه كمان. اه زي اللي من ناحيه مقفوشه. ده ايه مقفوش؟ والدليل معايا. اه الدليل اهو. اتفرج يا بروش. شوف شوف صورة البت مع الواد اللي اسمه تامر حسن العاطفي دي، عاملين مع بعض فيديو بليب. يا نهار اسود، ده بليب وزداني. اتفرج وحمص يا اخي. خد سليه سليه. اتفرج يا بروش. سليه سليه يا فاكر يا مكرمه. لا 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 عيب. لا 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 بنتي لو غلطت نقفل الباب علينا ونربيها وما نحشرش منجز زي ده في وسطينا. انا لازم اقتلها وانا ما عنديش مانع. امسك دي وشرف امي نقتلها. وشرف امي نقتلها. يا جماعه العب بس ما يطلعوش من هنا. هاتوا الكلاب. كلاب كلاب لا انا بغرضك يا مولاي. يا نهار اسود انا بغرضك يا بس. يبقى كده يا سجان زي ما بتقول الناس مفيش بنت ما تلمستش. امال اللي بتقولي ده يا بيه؟ ما انت قدام اهو. كان حد لمسك غير يعني ولا كان حد لمسك غير؟ يا دي العيبه، ده انت اللمسه الاولى والاخيره يا جاد. اه يا نادي. اه يا نادي. اه ده انا بدقش يا بيه. لقيت دي وجعاني قوي قوي. يبقى هتطول يا جاد. اطول ايه بس يا نادي؟ ده انا واخد علقه موت علي الطلاق بالثلاثة منك. علقة بياخدها عربي في مولد. اه ما تيجي نريح شوية يا جاد. ايه حبكت يا نادي؟ يعني انت مطلوبش الحكاية دي غير وانا في اسوأ حالتي جاد؟ ايه نفسي اخلف عيل منك واسميه محسب. محسب؟ بس لما يبقى غلط في حاجة زي دي وعايزة جاد يخلف لازم تديني فكرة قبلها باسبوعين تلاتة. هما تلات دقايق وهوريك. Thank you.
مضروب ومتدغدغ. خلي عندك شويه سنس. يعني ايه سنس يا جاي؟ ربنا يكفيك شر المره، انت عامل زي القلب اللي بيطلع فقع الريق، يعني ما بتسميش يا بيه. يا عبد الحليم وحدي؟ سوري ولا حسيت بيك ولا يهمك يا حبيبي. انا المهم عندي ان انت تحسي بنفسك قبل الاول ما يفوت. انت بترمي كلام من تحت لتحت يا بابا. يا بنتي لو فضلت مستنيه فارس الاحلام اللي هيغني تحت شباكك او ياخدك على الحصان الابيض ويطير، ولا عمرك هتتجوزي. كده بقى وضحت الرؤيه. هو هاني ابن عمتي كلمك من امريكا النهارده؟ كلمني ولسه عنده امل. لو سمحت يا بابا لما هاني يكلمك تاني سلمي عليه وقول له ريح نفسه. يعني برضه مفيش فايده؟ ماشي يا بنتي براحتك وعيشي معاك في الحليم. ايدك ده وتعالى خطفهم من معايا. الله يا ربنا يقل لي بختك اكتر ما هو مقلول. عايزه تفضحيني يا هنادي؟ يقولوا عليا ايه؟ ازيك يا ابو العمدي؟ حصلت لنا البركه يا بهواء. قلت له نفسك يا قليل الدخل. ديك غلطت مص؟ لسه مصين زعزوع. ايه يا جاد؟ بقى فيلا سليم باشا اخويا. تبقى كفر محمد ابو سويلم يا جاد. ايه ده؟ وبطي كمان؟ حظت خيرك جوزين بط بكيني تاكلوا حاجه. البكيني بيتلبس ما بيتاكلش يا ولا عمدي. ما كنت جبت لك كمان معزتين يسرحوا وراك في الجنينه يا شيخ الغاط او جاموسه. انتوا بتنقوزوا عليا يا بهوات ومال معزتين يا بروجدي. طب شوف انت للدلع ابنك معزه واحده ترضى بيه ويكون في علمكم انتوا الجوز. فات من مولى اسبوع. مبسوط يا فالح؟ بيقول لك فات اسبوع يعني كفر محمد ابو سويلة هيطير من ايدينا. على عموما اني لقيتها خلاص. يا الله في ايه؟ في ايه؟ بيدها تحيه الضيف. بس لطاف والله. باخد لك خمسه منهم وانت ماشي يا اخويا. انجل يا برشي. يا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ولا ايه؟ شوف كده لا يكون فرخة ضدت فقه فعلا. ما تقلقش يا برشي ده العيشة وقعت علينا كلها في لحظة ضهرة. ما قلت ايه؟ انا بقول يلا نلحق صلاة الظهر. ما تستحمل ما نشوف الراجل ده يمكن نصلي عليه بالمرة. يبقى فرصة روح اتنضى وارجع يا شباب. لا استنى مش جايز يحدفوا علينا سيجارتين بامبي. صباح الفل يا ابني. صباح الخير يا فرق النيل. نورت المكان يا ابن الاصول. الله يخليك يا بنت الاصول. اتفضلوا جودو. ومين اللي جنبك ده يا ابن الاصول؟ انا ابقى الاصول نفسها. مساء الخير. بشبه على جوزك. نورت البلد يا ابو العريس. بلد منوره باهلها. امال فين العروسه؟ واحنا مش هنشوفها. هتشوفها يوم الدخله ان شاء الله. ايه يا سيادتك؟ طب ايه؟ لا مؤاخذه يا عريس، قانونا لازم العريس يشوف عروسته، واللي اهم من ده بقى اللي انا اشوفه عايز. ومين اللي فط زي الوطواط ده؟ ده محامي العائله. واللي هيشهد معايا على الجوزه، قصدي الجوازه. وجوده معانا ضروري يا كبيره. بقول لك ايه يا حاج، خلينا نشوف العروسه وهو بيفرح. انت بقى يا
يلا. خلاص يا ولد، مجلس العيلة وافق تشوف العروسة. هاتوا العروسة. ايه دي اللي وقعت منهم؟ مين دي؟ العروسة. لا احنا عايزين واحدة ما تلمستش مش ما بلغتش. احنا سلو بلدنا نسطر البنات صغار بس مش قوي كده ولا ايه؟ وانا انكشفت عليك يبقى لازم انت سطرني. باي عليك وعلى اللي خلفوك. استطرها ولا مش استطرها؟ اذا كان ربنا امر بالستر هعترض انا. الف بركه يا حبيب اخوك. الله يبارك فيك. صبرت ونولت؟ لا ده انت صغرت ونولت. وبعدين يا رشدي بص يا ابني
من الاخر كده انت حلك الوحيد عند امك. امي؟ ليه بقى؟ امك دكتوره محترمه، واكيد البنات اللي حواليها محترمات وينطبق عليهم المواصفات اللي طالبها عمك دي. وما تنساش يا سليم ان فات 10 ايام من الوصيه، يعني الفلوس قربت تروح. انت هتهرج يا رشدي، ما هي ماما عارفه ان انا متنيل صايع وضايع. لا 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 مش كده، انت كمان هتخش عليها بقى في سكه ايه؟ في سكه الاخلاق والتوبه. هتصدقك؟ ايوه ايوه، مهما كان دي امك ويهمها مصلحتك، الله، وفي الاخر الخير هيعم على الكل. طب وجاد بتاعنا لي؟ اه ده سيبهولي انا هظبطهولك واظبط هنادي. يعني انت بجد عايز تتغير؟ هيتغير يا طنط وهيبقى بيس. اخلص انت. ماشي، على فكرة طنط شخصيتك قوية جدا. هتغير وهكون انسان جديد. وايه؟ انا قلت اخلص انت. ماشي، بس يا طنط شخصيتك قوية جدا. يعني هتسمع كلامي في كل حاجة؟ كل حاجة. اي حاجة اقولها؟ اي حاجة. طب يلا بينا نجري. نجري؟ جري ايه؟ انا مش بتاع جري. يلا. ماما قالت لازم نجري. يبقى لازم لازم نجري. وايه؟ قلت لك اخلص. هتيجي تعيش معايا؟ زي الفل. انا بقفل الباب الساعه 10. ده انا بنزل 11. هتصحى الساعه 7 الصبح؟ ده انا بنام 8. ليه يا طنط؟ هو انت هتشغليه لم الزباله؟ اخرس انت. ماشي. تفطر وتيجي على النادي، تجري ساعة، تعوم ساعة، تلعب سكواش ساعة، تخش ساونا ساعة. هو انا هخش الاولمبياد ان شاء الله يا ماما؟ وتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفها. سيبيلي 8 والنبي. هتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفها. حاضر هقطع، بس اقفي، هموت هموت. وصاحبك ده اللي اسمه جو، يا اما يتغير يا اما. الله، هو راح فين؟ الظاهر والله اعلم ان جاله هبوط اضطراري. هموت هموت. احنا محتاجين العرايه المنكزه. هي طنط مبادئ لسه بتجري؟ مبادئ يا عبد الصمد. على فكره امك دي شخصيتها قويه قوي. معاك حشيش في الشراب؟ ده اللي مانو عارف. شيرين. هاي يا دكتوره سوسن. ازيك يا حبيبتي؟ انا كويسه. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. سليم ابني وانا جو صاحبه. اخرس. على فكره شيرين طنط دي شخصيتها قويه قوي. شيرين تلمستي وانا سعيده ان انا بدرس لها. ده انا اللي سعيد اني هتعرف عليكي. مالك حبيبي؟ عن اذن حضرتك هروح اخد شاور عشان لسه مخلصه تمرين. اتفضلي. جود لك. نعم؟ انتي ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ شيرين دي غير كل البنات اللي انت عرفتهم. انا ماشي عشان عندي مواعيد. عايز حاجة؟ متشكر يا ماما، خدي بالك انتي من نفسي. حاضر يا حبيبي. ايه يا؟ استعبط. انت هنا بتعمل ايه؟ لا ده انا قلت اشوفك لو عايزه حاجه كده ولا كده. تصدق انك قليل ادب. انا ده انا سافر. في ايه؟ انا بقيت منطشة ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته مع شيرين ده؟ انا ما عملتش حاجه. يظهر اني كنت غلطانه لما صدقت انك هتتصلح بجد. للاسف طلعت نسخه كوبي من ابوك. يا ماما ده سوء تفاهم عادي. يلا لم هدومك وروح عالم ابوك الموبوء. انت بتطرديني يا ماما عشان خاطر واحده شهر. اوعى اوعى تنطق كلمه عنها. شيرين دي نزمتها برقبه مليون شاب زيك. على الاقل في يوم من الايام هتبقى ام محترمه تربي اجيال. لكن اللي زيك انت اخرته ايه؟ كفايه بقى يا ماما الاوهام اللي انت عايشه فيها دي. ما تنزلي اي ديسكو تشوفي البنات عاملين ازاي. الفساد بقى على كل لون يا دكتوره. ما هو الفاسد بيدور على الفاسد اللي زيه، والمنحرف اللي زيك بيبقى زي كلب بيدور على كلبه يرمي بلاويه عليها. الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر، ده انا جايبه من فوق سور مضرة العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك نفسك يا سليم. ابوك.
الله حلو الحطوط ده قوي. ركبوني معاك. تعالى تعالى يا عمو. اجري 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 واديني يا عمو صلي وصلي يا عمو صلي تحبيب الروح بيستني. الله خد ولع خد ولع لسه طفيعه. يا مرشدي يا مرشدي ازاي عليك حبيبك النبي؟ انقذني من العار والفضيحه. ايه ده مالك؟ العفريت راكب هنادي هنادي مراتي. يا مرشدي مش عارف اعمل ايه، قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا مرشدي. انا هعمل لك اي اي ما تسترجل شويه. ايه اي 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 مسترجل؟ مسترجل مسترجل. هنادي هنادي انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرا؟ بتعمل ايه ولا اتكلم ايه؟ الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني. شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء. ما تظبط يا هنادي فضحتني. اشوف فيك يوم يا ميسي. إلا يا رب اشوفك عريان بلبوط والعيال بتعيلك بالطوب وتتفضح في ضيعه القطط في السوق. ماشي يا ميسي. إلا يا رب الاقيك بتلعب في مركز الشباب بني. ميسي هل تسمعني؟ ميسي ايه بس يا عم الحاج؟ ده الناس خليتها السبت والحد وانا غبت ما وردتش على حد. يعني كانك انت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني. طب اطلع للاخر ماشي. والله العظيم لو عفريت من ظهر عفريت تظهر لي. اظهر لي يا ميسي يا ابني مو ميسي. اي اي ومتناولني التاني. اي يا ابويا ده بيضرب تحت الحزام يا مرشدي. انا فوقي. اي لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش نافع انا اجيب له خابور ولا ايه؟ خابور ايه بس يا تايجر؟ وسهل يا فرعون. اصحى يا ابني النيل. فشلت برضو. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري. ابن مصري وابن مصر الله عليك. قولها باعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري بقمري ولوني مصري وكل مصر الله عليه. الله شفت يا جد ميسي واللي عامله فيك؟ ما انا عشان كده ما اقدرش اقول له لا. ده قادر ومتسلط. لا وايه؟ ميسي ده حريف 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 وعلى قلبه فلوس قد كده. والعمل يا برشدي شو علي؟ طمني يا هنادي. بعون الله انا هطلع ميسي ده من على جتتك. هتطلعه ازاي يا رشدي بايه؟ باي طريقه يا اخي. ان شاء الله حتى ابوس دماغه. وان ما طلعش يا رشدي بايه؟ في الحاله دي بقى احطر ابوسه من بقه. ابوسه كان من بقك يا رشدي بيه. هتطلع العفريت ازاي؟ هعمل لها زهر حيي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 ي
gotta get that boom boom boom, that boom boom boom. ايه اللي خلي دي كلها راكبها عفريت يا مروش دي؟ امال ايه؟ هو ميسي ده شويه وريت ميسي لوحده. لا ده ميسي ورونالدو وسيد معوض. يوه يعني تظهر بجد يا مروش دي؟ امال هزار؟ ايوه صار بجد يا جدجل. طلع عليك يا مصري وعلى عفريتك. تعالوا ورايا انا جاي اهو. ده بقى يا سيدي جو الكوديا بتاع الزهر. الله هاي انكل. جاهز يا جو؟ جاهز طبعا. هاي جاهز. ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ بقول الكرة دي بتاعت ميسي. ميسي؟ ايوه ايوه انت هتغرود. احنا من راضيين الا مستر مروش. الله اصبر بس اسمع. الكرة دي معمول عليها عمل اسمه ومرشوش عليها شوية جوز الهند وسمسم. عمل سفر ده مروش دي؟ ما يعني حلوي. الكرة دي عامل بيها ايه؟ دي هتنطقها على راسك 10 مرات. 10 مرات يا مروش دي؟ مش اقل من كده. ميسي هيشوفها هيغير هيروح خارج من جسم هلالي وراشق في جسمك انت. بخت يا مروش دي بخت عشان اخد بطولات. لا بالمسايسة. اقول لك سيب لي ميسي وماله وسيب لي هلالي. لا وانا يا مروش دي ما لزمكش في حاجه. لا انت هتلبخ لي وماله. بس انا مش فاهم حاجه يا مروش دي. طب يلا ابتدي. يلا استني بقى لما اجهز. اجهز ما تقلع البنطلون. اصبر يا مروش دي. الله قرا يا مروش دي. مفيش ضفوف ولا حاجه. هشغلوا مزيكا اجنبي. هطلعوا مثل مزيكا اجنبي. هو ده الاحتراف يا جاد. اقول لك غير له مزيكا يا جو. حبيبي يا عمي. يا هو ده الكلام يا مروش دي.
ده انا جايب لك عقد بلادي بايع بيه. ادفع يا ميسي وانا اجيب لك كاس العالم. اوعى ما تنطرش يا مرشدي. لسه بس هيقول ادفع بقى. ادفع ميسي. ما تدفع يا ميسي. يا ميسي يا ابني ما يصحي. لو في انت بتضرب يوم اضربها بايدي. طب ادفع يا ميسي. ادفع يا ميسي. ادفع يا ميسي. ادفع يا ميسي. مبروك يا جاد. طول ما كتبتها برشدي. لا هنادي ماتت. سليم. سليم. نعم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اشوفك واسلم عليك. جاي برضه تشوفني ولا جاي تشوف شيرين؟ لا جاي اشوف شيرين. هي فين؟ اذا كنت فعلا معجب بيها وناوي تتغير روح كلمها بنفسك وحاول تقنعها بيك. هي فين؟ في النادي. يلا. انت عبيط يلا. كده؟ طب أنا بقى حواريكم. أنت شيرين؟ نعم. أنا بودي. لو سمحت. أصحابي قالوا لي إنك صعبة، قلت لهم مش على بودي. إيه على؟ طب أصحابك ما قالولكش إن اللي عكس الأمورة، القطر بيدوسه. مؤدبة وهتتعبنا. آه. كده بقى يا قطر. هم اخويا وانت لسه شفت حاجه من القطر؟ انا هبهدلك. تعالى تعالى قول انا مش راجل. بسيط انا مش راجل. علي صوتك يا انا مش راجل اهم حاجه. لف بقى كده. قول شيرين. شيرين في حاجه؟ انا اسف. ممكن نقعد نتكلم شويه مع بعض؟ ما تخافيش مش هاكل. أنا ما بخافش. يبقى نشرب حاجة. أنا موافقة على كل اللي أنت بتقوله ومؤمنة بالصداقة لأبعد حد، بس الأصحاب لازم يكونوا شبه بعض وأنا وأنت مختلفين في كل حاجة. شوفي يا شيرين، إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والود جاي جاي، وأنت أكيد عارفة إن البحر بيجوع، وطول ما أنت زمار وأنا طبال هتجمعنا الموالي. أنت إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ولا انا. شيرين انا معجب بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس ازاي ارتبط بحد ما اعرفش عنه اي حاجه؟ ايه اللي انت عايزه تعرفيه عني قوي كده؟ يعني مثلا تحب تسمع مين من المطربين؟ بسمع مين يعني؟ هو ده السؤال اللي هيحدد لك قوي يعني؟ بعرور. مين؟ ايه في ايه مال بعرور؟ هو بعرور وحش؟ اصلي بحب عبد الحليم. عبد الحليم مين؟ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ ده حنين للماضي بقى. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. في حاجة حبيبي؟ ركز معايا شوية. حاضر يا سيدي. نعم خير. اها شيرين طلعت بتحب عبد الحليم وعايشه في زمن الرومانسيه وجو غريب قوي. طب وبعدين؟ انت مش لما قابلت ماما كان حبكم كده شبه زمانكم؟ اه. طب ما تحكي لي كان ايه الجو؟ اه احكي لي يا رشدي. وهلا احكي لي. واجي يا سليم عيد. الله احكي لي. امك دي كانت حته لحمه تتاكل نيه، كانت مزه مزه. كنت انام واقوم وانا بحلم بيها. كنت ابص الاقيها نايمه على الوساده الخاليه اللي جنبي. قعدت احب فيها 3 سنين من غير ما اقول لها، ولما قررت اقول لها راحت لدعاني بالقلم. اتجوزتها. ولما انت بتحبها قوي كده خنتها ليه يا رشدي؟ علشان طرفس. تلاقيه عمره ما شافك لابسه له قميص نوم شكتشي ولا حاجه فقال لي شوفه بره. بس يا ولد انا برضو فكرت في كده وقلت برضو جايز لان عمره ما شافني انثى كده، بس هو كان لازم يلفت نظري لده او يطلبه مني. اطلب ايه يا ابني؟ انا كنت بخاف من رد فعلها. تصدق يا سليم كنت انا اكلمها عن الحب ترد عليا بعلم الاجتماع والفلسفه. امك كانت بتحب ابن خلدون اكتر مني. ابن خلدون؟ ايوه. ولما زعلت معاه مشيت مع ابن سينا. يا نهار اسود، وده ينفع؟ ده اللي حصل.
ده اللي حصل. هي كانت رومانسية ما اقدرش انكر، بس عيبها انها كانت صامتة ما بتعرفش تعبر. انا مسكتش، حاولت معاها، حاولت لحلحها بالاغاني. هو ده كنت بتكلمها باغاني عبد الحليم؟ لا، باغاني احمد عدوية. قلت لها صح تضحي ابوه، ادي الواد لابوه، ما صدقت راحت رمياك في وشي. صح تضحي ابوه، ليها حق تخلع. وانا يا سليم، عارف مين اللي ممكن يظبطك في الحكايه دي؟ مين؟ عبد الرحيم ابو ناهي، سكرتير عمك. ما تستغربش، عمك زرع فيه حب عبد الحليم حافظ، واكيد الراجل ده حافظ كل اغانيه. فكرني بقى تاني هنعمل ايه لحسن نسيت كل حاجه. الله، ما احنا اتفقنا لما كان عبد السلام النابلسي وعبد الحليم حافظ مع بعض، عبد السلام راح مكلم النابلسي، عبد الحليم ردد عليه على طول. على خيرة الله، يلا دوق. وشربت حجرين عشيشة مع دودو السبع ويشة. ياني 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 مش هعمل كده تاني، ياني 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 مش هعمل كده تاني. هو عبد الحليم غنى الاغنية دي امتى؟ غناها في ارنب شبرا. بس حلوة تصدق؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده انا عبد الحليم وانا غنى في شبرا. ده مش عبد الحليم. لا مش عبد الحليم. وانا غنى في شبرا. وانا غنى في شبرا. وغنى فين؟ هنغني دلوقتي. حجر التفاحة ده تقدم قوي، تصدق كارف معايا كريز؟ كارف معاك ايه؟ كباب حلة. كباب حلة يا ابن المشاجيع. التركات اللي انت بلعه ده عملت ايه في موضوع جاد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عملت ايه في موضوع جاد؟ قال لي جاي وراك ما اعرفش هنا اخره. ازيك يا برشدي؟ استنى يا ابني بنطلب جاد، اطلبه يشوف اتاخر ليه. اهو غلط. خليك وراه. اهو. الو الو. ها رد. الو. اقف في حته فيها شبكه، شكله راكب المترو. اشتمه عشان اتاخر عليه. اشتم. انت فين يا ابني النيل؟ انا قصادك اهو. يعمل بصر. الله، ده جاد اهو. انجز يا ابني، ده فيديو كول. كمل بس عشان الرصيد. يا نهار. ايوه يا جاد. يا جدع انت ناولني البتاع اللي في ايدك دي اهو. امسك. الو. الريحه الحلوه دي يا برشدي. بخور. صنفه ايه؟ بخور. وانت لا مؤاخذه يعني يا برشدي بتشرب البخور ليه؟ اصلي محسود. ربنا يكفيك شر المرض يا برشدي. لو اني حكمني البت هلادي مطلعه على جتتي البلا نادره. اللي بروش دلوقتي عشان يشرب معاك البخور ده كل يوم والتاني يعني يعمل ايه؟ بسيط، تطلع مستخرج رسمي من شهاده ميلادك وتجيب صورتين بخلفيه بيضه. خلفيه بيضه ودفتر بفره. على فكره انا مش مقتنع بوجهه نظرك انت واخويا سليم ان الزمن ده فيه بنت لسه ما اتلمستش. لا، في يا حبيب اخوه. عندك هناتي مراتي مثلا ما حدش لمسها. تقدر تقول لي ميولها وطموحاتها ايه في الحياه؟ يا جدع خضتني.
ده هنادي دي بنت غلباني عايزه تخلف عيل شبهي وتسميه محسن. محسن يا نهار محسن. شفت مش قلت لك اقول اللي حسبته لقيته. قلت لك ايه قبل ما يخش؟ محسن يا ابي يا بره. ايه هتموت ولا ايه؟ يا ابي يا برمجي ولا حاجه. يعني حاجه من اتنين، يا اما مراتك عندها حب قديم اسمه محسن، يا اما عندها حب قديم اسمه محسن. يعني ايه يا مرشدي؟ هي هنادي دي منين؟ من صنباط. يا نهار ابيض. سمتك قلت لك ايه قبل ما يجي؟ من صنباط يا معلم. من صنباط يا معلم. يا جدع انت اكتم يا جدع، عايز اتكلم مع ابويا رشدي. يا اما مراتك كانت رقاصه قديمه، يا اما مراتك كانت رقاصه قديمه، وفي الحالتين ما تزعلش مني. يا اما كانت رقاصه جديده. ودي الحاله الثالثه. وبرضه ما تزعلش منه. يا شتاتي. يا شتاتي الشتات الشتات يا برشدي. شتات الشتوت. يا نادي. والله ما انا عدت. انت يا بيه. مين محدد بيه؟ انت يا بيه. اسم من الاسامي ما كنت عمر الشريف في الساعه في النيل. انت يا بنت لحظه انت مرت حاسس خلاص حقول. انت ما حسبت كان مهنا وقت الفرد خلص وبيسرح معانا في الافراح. افراح خالتك غزيه دي؟ ايوه كان خزيه من صفات وعشت معاها سنتين في البندر وهممتني الرقص لحد ما تبع لينا ابويا فجاه وكشف المستخبي وهربت خالتي مع المغنواتي. يا حلاوتك يا اختي، يا حلاوتك وحلاوت ابوك. كانك ضحكت عليا انت وابوك يا هنادي يا خرابي. وانا اللي كنت فاكرك بتروسيني لوحدي. انت ليك بتروسي العم من الشعب. بس ما حدش لمسني. وانت واخدني بنت بنوت يا جاد. ولا نسيت؟ ولا ايش عرفني يا اختي؟ يا ايش عرفني؟ يا فضحتك يا جاد. يا شتات الشتات لو حد عرف في البلد اللي انت غادية. ايه ده راجل؟ في حد هتضيع نفسك عشان غزيه؟ يا جدع انت مالكش كان معايا يا جماعه ابو رشدي. استوري الحته دي والحته دي والسجين اللي في النص هدعيلها لمسات. يلا اطلع. اوعى يا جدع انت زي يا ابو رشدي مش كفايه عليا ميسي؟ يا ابني يا جاد اللي اتكسر يصلح. يصلح ازاي يا ابو رشدي؟ خليك رويح. يعني ايه رويح دي يا ابو رشدي؟ يعني خلي روحك رياضيه وفوت وكل بصل كتير عشان تقدر تفوت وخليك رويح. الله امال وقف جنب اي حيطه واسند ضهرك وقول هرد لك يا جاد. هرد لك يا جاد وخليك رويح. ورويح وفوت. يا شيطان الشيطان يا بلوشتي يا حزن الحزن. ده ما فيش صريخ ابن يومين عن كبر. يعني الواحد لو اذى مش هيلاقي حد ينجده. لا في واحد هناك اهو ما اروح له. يا شتاتي يا شتاتي يا خسارتك يا جاد يا خسارتك في الموت. بس اعمل ايه؟ لازم انا اموت نفسي، لازم انا ازعف النيل. بس قول لي اهل البلد ايه؟ مرجت غزيه، مرجت غزيه. تلاقي الميه برصراصه دلوقتي. يابا اي خدمه يا اخ؟ ساعدني يا خال. عاوز مني ايه؟ عايز انتحر. يلا نط. درعي يا جدع، مفيش ايه ده، ارجع اللي في دماغك. واقول لك ليه؟ اذا كنت هنط وراه. الله، انت مرضك كمان طلعت غزيه. انت عرفت؟ دي بقت مشهورة. خلاص يا عم الحاج، حاج مننا شعب يحب النكد قد عينيه. يجي العيد نروح العرافة. حرام عليك، كفاية ما تعذبنيش. حتى لو ضحكنا نقعد نعيط ونقول خير لما جعله خير. حرام عليك ما تيأسنيش. يابا حتى الأم يوم فرح بنتها تقعد تعيط وكأنها ماتت وتقول لك دي دموع الفرح. حرام عليك يأسني في حياتي. يلا ننط سوا. طب نط انت وانا هحصلك. الله، طب مين اللي عالشباك لك؟ مين اللي عالشباك؟ يا سيدي انا هساعد نفسي بنفسي. توكل على الله انت بس. يلا توكل على الله. استجدت حصلني. ياح ياح. الله، ده ازح بصحيح. الهي ربنا ايه اللي باخدك؟ طب ازح وراه ولا اطلع عايز؟ ده في الحلم اللي ساعات جت حتى لو حتى لو غرق الى حد من جده. Thank you.
اتنين ياه. يا شتتي يا شتتي، شتت عليك يا نيل، كل الخليج بيقدح فيك يا شتتي. الشتات ده بيبقلل بيبقلل وانا عيل، انا عيل انا عيل يا سيادنا. يا روح ما وعدك روح يا ولاد، يا روح ما وعدك روح. تعالي يا جدع، انت عايز تقدح كمان بالنيل؟ ايه مرادك غادي؟ يا شتتي الشتات عليك يا مادي، يا شتتي الشتات عليكوا يا غوادي. إلهي ربنا يقلي بغتك يا سليم. بقولك ايه؟ روحي انت. من ساعة ما عرفت يا مولانا ان مراتي غازية وانا هشان مش عارف اعمل ايه، اطلقها ولا اخليها على ذمتي وافراويح. راويح يا مولانا. هل بعد زواجك منها فكرت ترجع للرقص؟ ترقص تاني وايمنات المصطفى كنت قتلها. بس الكذب خيبها يا مولانا،
ساعات يعني كانت بترقص على اساس ان انا جوزها. ان الله يغفر الذنوب جميعا، ولان يهدي الله بك امرا خير من 70 سنه عباده. احمد ربنا يا ابني. حمدنا وشكرنا والله. يجوز ممكن تتعب في الدنيا شويه، بس عملك ده هينفعك في الاخره. خليها يا ابني، ربنا يجعلك من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بحبك. لحقت وحشك؟ ما انا لسه كنت معاك امبارح. اه لو تعرف اللي انا فيه، وشه اللي غلوب تداريه، كان قلبك يسهر ليالي مع قلبي ويقول له اه. في حاجه حبيبي ولا ايه؟ تشربي ايه؟ برتقال. واحد برتقال واحد بيره. بيره؟ اه لا انا يعني غير كحول. يلا. والله العظيم وحشتيني. والكلام ده بقى قلته لكام واحدة قبل؟ كلهم. كمان بتعترف؟ أمال عايزاني أكدب عليكي؟ والله العظيم قلت لهم كلهم. بس الفرق بقى إن أي واحدة كنت بقول لها كده كانت بتيجي معايا على الفيلا على طول. على العموم أنا طول عمري مؤمنة إن الأفعال ليها صوت أقوى من الكلام. نحن رجال أفعال لا أقوال. يلا. على فين؟ هطلب إيدك من أبوكي دلوقتي. حيلك حيلك، وأنت فاكر الموضوع سهل كده؟ وإيه اللي هيصعبه بس؟ ان شاء الله لما تقابل بابا ويسالك انت يا ابني شغال ايه هترد عليه وتقول له ايه؟ هقول له. هيقول له يا عمي انا اول ما اتجوز بنتك وانفذ الوصيه هكوش على ثروه عمي كلها. ماما. ايوه ماما، لازم جوازك من شيرين يتبني على الصراحه وتقول لها على الوصيه قبل الجواز. وصيه؟ وصيه ايه اللي ماما بتقول عليها يا ستي؟ دي بتهرج انت صدقتي؟ اقول لك انا بقى يا مزبزله بقى، عم الجدع التلفان ده اوصله بكل ثروته. شرط اساسي انه يتجوز واحده تكون محترمه، من الاخر تكون بنت بناتي ما تلمسش قبل كده. ما تجيب حنكس ليه؟ انت كنت بتعمل كل ده علشان ثروه عمك؟ لا يا شيرين، انا عملت كل اللي انا عملته ده علشان بحب. انت مش بني ادم، مش بني ادم. شيرين شيرين كده يا استاذ. يا عم انت انا ناقصك. تفتكر في امل بعد البيرة ولا قبل البيرة؟ الله، شكلك حلو قوي وانت عامل زي الواحدة اللي الكبد طبخها. خربتها يا اخويا وجاي تشمت. انا برضو يا جدع اللي خربتها، انا اللي داريت على مزبزيل شيرين وما قلتلهاش على موضوع الوصيه. ملعون ابو الوصيه على اليوم اللي شفتك فيه يا اخي. فلوس ايه ونيله ايه؟ انا كل اللي عاوزه دلوقتي ان شيرين تسامحني. انا بحبها يا جدع. وماله؟ بس يكون في علمك ناقص 10 ايام ولا 40 يوم يخلصوا يا روميو. Thank you.
ايه يا ابني مالك؟ في ايه؟ انت هتفضل قاعد مكتئب كده على طول؟ خايف عليا قوي مش كده؟ ايه السؤال الاهبل ده؟ طبعا لازم اخاف عليك. ومش انت ابني الوحيد برضه؟ ولما انا ابنك الوحيد عملت فيا كده ليه؟ عملت فيك ايه يا ابني؟ خليتني اصدق اني مفيش بنت محترمه. خليتني افقد الثقه في كل البنات. هي دي اخرتها. بس الغلطه غلطتي. يا ريتني كنت سبتك لامك تربيك. الست الدكتوره بتاعت الاخلاق والمبادئ والقيم اللي اتخلت عن ابنها الوحيد. معاك حق يا ابني. انا فعلا غلطت في حقك كتير، بس اوعدك مش هسيبك الا لما ترجع للشريط. انا مش محتاج مساعده من حد. انا هبدا حياه جديده تماما وبنفسي. تطلع صح بقى تطلع غلط مش مهم. المهم انها هتبقى حياتي انا وبايدي انا. هتعمل ايه يا ابني؟ مديونير البنك هتسدد النهارده. الحمد لله. يا سلام. ومن بكره المكسب كله هيبقى ليك. ياه الواحد بقى يروح يشتري 800 حشيش وقلبه مستريح. اطلع بره يلا. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره يلا. اطلع بره يلا. اطلع بره. الواد ماله قلب على ثلاجه ليه من ساعه ما ثلاجه ايه؟ ده ديب فريزر. ازيك يا عبد الصمد؟ ازيك يا فندم؟ مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. انا لفيت المصنع واتاكدت انكم فعلا اتغيرتوا بحق وحقيقي زي ما قال لي جاد. جد؟ انت بتتجس علينا يا متر؟ ازيك يا ابو رشدي؟ هتجس عليك ايه بس؟ يا سيادني انا من الاخر من طرف الدكتوره سوسن. جابتني واتفقت معايا ان انا بس عليكم دور المحامي عشان اساعدها ان ربنا يصلح حالكم. خليك روحي يا ابو رشدي. روح اخيرا فهمتها. ربنا يبارك لنا فيه. بعد اذن سعادتك يا سعاده العالم. بعد اذنك يا رشدي بيه. يعني ايه؟ لا يا ابني ما انا فاهم حاجه. طب ووصيه اخويا المرحوم؟ الوصية بتقول إن سليم الكبير كتب كل ثروته لسليم الصغير. أنا مش فاهم حاجة. والشرط اللي في الوصية دي فكرة جات لي أنا وعبد الرحيم سكرتير المرحوم عشان نصلح حالك وحال أبوك. جرى يا ماما؟ أنت عاملة عليا لعبة ولا إيه؟ يا حبيبي أنا خايفة على مصلحتك. خايفة على مصلحتي تعملي كده؟ مش كده يا سيدي. أمر إزاي؟ الناس دي لعبت بيا ومشاعري. بس حالك اتصلح وبقيت بني آدم محترم. بس أنت من غير ما تحسي ضيعتيني. اللي اتكسر يتصلح يا يا بابا. انا اللي اتكسر جوايا لا يمكن يتصلح ابدا. شيرين مسافره النهارده. الحقها يا ابني، البنت بتحبك. يا رب يلحقها. ان شاء الله هيلحقها زي ما انا لحقتك بالظبط. صدقيني يا سوسن انا بحبك قوي. وخلاص
اتغيرت ولا يمكن هبص لحد غيرك. انا اللي مش هديك فرصه تبقى لغيري، لاني عرفت ان كان لازم ابقى انثى. لازم تبقي انثى قدام جوزك حبيبك. انثى انثى بجد حبيبتي يا سوسن. ايه ده ايه ده؟ انت مين يا استاذ وعايز ايه؟ انا اسف يا عم، انا انت ايه؟ انا انسان فاشل جدا، عشت عمري كله بدور على حاجات تافهه عشان اعملها لحد ما قابلت بنتك وخلتني بني ادم تاني. انت كداب، وعملت كل اللي عملته ده علشان تفوت بثروه عمك وبس. انا بحبك يا شيرين، والله العظيم بحبك، وعمري ما حبيت حد كده. اطلع المطار. مين ده؟ والكلام ده قلته لكام واحدة قبل؟ بتاع تلات أربعة مثلا. تتجوزيني؟
حبيبي.